افرحوا يا مصريين، خلاص الفرج جاي والجنيه هيعيش أحلى أيامه، وده مش كلامنا، ده كلام مؤسسات مالية دولية قالت في تقرير ليها عن مستقبل أسعار الصرف وإمتى هيستقر الجنيه. خليكم معانا في الفيديو ده وإحنا هنقول لكم كل التفاصيل. كلنا بنسمع الأيام اللي فاتت كلام محبط كتير عن مستقبل الجنيه والأسعار الفترة اللي جاية، لكن أخيراً هنسمع أخبار حلوة بتأكد إن عام 2023 سنة الخير على الجنيه، وده اللي أكدته المؤسسات المالية الدولية. قالت وأكدت إن مصر لو حررت أسعار الصرف الفترة اللي جاية الجنيه هيشهد استقرار ملحوظ. ومن ضمن المؤسسات دي بنك جولدن مان ساكس، وده عبارة عن مؤسسة مالية دولية، واتكلم عن الأوضاع في مصر وقال إن الخيارات اللي قدام الحكومة قليلة ولازم تسرع في تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي. وطبعاً الأجندة دي اتفقت فيها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي مقابل حصول مصر على قرض ب 3 مليار دولار على 3 سنين و10 شهور. القرض ده أخدته مصر بشرط تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وكمان تنفيذ برنامج الطروحات اللي أعلنت عنه الحكومة مؤخراً وقالت إنها تطرح 32 شركة حكومية في البورصة. الطرح ده هدفه تخارج الحكومة بشكل تدريجي من القطاع العام، وإنها تدي فرصة للقطاع الخاص والمستثمرين إنهم يدخلوا يستثمروا في الشركات دي. والبنك كان شايف إن مصر لو ما نفذتش الشروط دي هتواجه نتائج صعبة جداً، لكن في حالة لو نفذت مرونة سعر الصرف، ويقصد هنا تعويم الجنيه، هتكون نتيجة ده إيجابية جداً على مؤشرات الاقتصاد. طيب تفتكروا مصر يعني لو ما عومتش الجنيه هيجرى ايه؟ هقولك. التقرير اللي أعلن عنه بنك جولدن مان ساكس قال إنه في حالة لو مصر بطلت إنها تعتمد على سعر الصرف مرن وتحكمت في سعر الجنيه مقابل الدولار، ده هيصعب الوضع الاقتصادي أكتر الفترة اللي جاية، زي مثلاً إنه هيأثر على الاستثمار الأجنبي المباشر، وعلشان كده متوقع إن هو يسجل 9 مليار دولار في السنة خلال الثلاث سنين الجايين، بدل ما كان المفروض يسجل 14 مليار دولار، وطبعاً ده فرق كبير جدا. كمان البنك شايف ان لو مصر ما عومتش الجنيه بشكل حر، ده هيخلي التمويلات اللي بتتقدم لمصر من الاسواق الدولية تقل وتكون محدودة جدا، وتوقع انها تكون في حدود 3 مليار دولار في الثلاث سنين الجايين، وده نص توقعاتهم المتفائلة لو الجنيه اتعوم. مش بس كده، ده الأسوأ في السيناريو ده اللي هم متوقعين إن الاحتياطات النقد الأجنبي لمصر هتنخفض بشكل كبير لو الحكومة ما التزمتش بمرونة سعر الصرف، وهتكون أقل من 13 مليار بعد 3 سنين بس. لكن مش عاوزاكم تحبطوا، لأن في سيناريو تاني متفائل جداً للاقتصاد المصري، وده متوقع يحصل في حالة لو مصر التزمت بمرونة سعر الصرف. والتقرير شايف إن لو ده حصل هيدعم معدلات التصدير بشكل كبير جداً والقدرة التنافسية على المدى الطويل. كمان ده هيساعد مصر على التكيف وقت قصير، وهيعزز التبادل التجاري ويزود تدفقات الاستثمارات، وده نتيجة زيادة مبيعات الأصول بمتوسط 14 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الثلاثة الجايين. التقرير شايف إن تحرير سعر الصرف هيساعد مصر إنها تحصل على تمويلات خارجية بمتوسط 6 مليار دولار سنوياً، وده لحد سنة 2026. كمان ده هيسمح بتراجع عجز الحساب التجاري بشكل تدريجي لحوالي 2.6% بدلاً من 3.5% بعد 3 سنين. انتوا دلوقتي قولولنا رأيكم، هل انتم كمان شايفين ان التعويم هيحل كل مشاكل مصر الاقتصادية ولا لأ؟ اكتبولنا رأيكم في التعليقات.